تجب زكاة الفطرة على الغني اللي عنده. يعني من هو الغني؟ الغني اللي عنده مؤونة سنته، يعني اللي عنده ميزانية سنة كاملة. تقول سيدة من عنده ميزانية سنة كاملة؟ أقول ميزانية سنة كاملة بالقوة مو بالفعل، يعني أنا كموظف كل شهر راح تجيني رواتبي، ورواتبي هاي أقدر أمشي بيها، يعني فأنا عندي ميزانية سنتي. فمن كانت عنده مصروفات سنة الكاملة ولو بالتدريج فهذا غني. حتى الكاسب سيدة، مو بس بني الموظف. الكاسب، الموظف، المعلم، العطار، كذا، كلهم. فيجب عليهم زكاة الفطرة، وأن يكونوا مسلمين بلا أشكال، وعقلاء وبالغين، هذه شروط عامة. أما الفقير اللي ما عنده لا قوت سنته عنده، يعني ما عنده ميزانية سنته ولو بالتدريج، وأنا سيدنا عايش على الصدقات، عايش، هذا ما عليه زكاة الفطر، وإنما يستقبل زكاة الفطر. أحسنتم سيدنا. الأخ أبو سجاد كان سؤاله، ما أدري هيك فهمت أني، يسأل يقول يا سيد نعطي زكاة الفطرة بعد شهر رمضان. زكاة الفطر مو بعد شهر رمضان، زكاة الفطر يوم العيد. زكاة الفطر تجب عند رؤية الهلال العيد، فيجب علينا أن ندفع زكاة الفطر ليلة العيد إلى زوال الظهر، يعني ظهر يوم العيد. لا تأخروها، لو تنطوها، لو تحجزوها، يعني تعزلها. تعزلوها. الآن تقدر تدفعها؟ نعم السيد يقول الآن ادفعوها. السيد يقول الآن تقدرون تدفعون زكاة الفطر. عندكم فقير، قل له تعال هاك هاي الزكاة، روح اشتري ثوب العيد يعني الجهاد. قبل العيد يصير سيدنا. بلي سمح سيد عندما